في محافظة إب شن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية الصياني جنوبي محافظة إب مستهدفا جسرا يربط المديرية بمركز المحافظة، ما أدى إلى تدميره ونفوق بعض المواشي أثناء سيرها على الجسر. العدوان الشر يمعن في غيه ويتفنن بحقده الدفين على أرض اليمن الخير الذي لم يستثني باستهدافاته البشر والحجر والشجر. جسر السياني الرابط بين محافظتي إب وتعز تعرض فجر اليوم لأربع غارات جوية أحدثت دمارا كبيرا في الجسر، كما أنها قطعت الطريق على المسافرين والمارة. لقينا معانا موت من داخل شرعة، ضربوا علينا الطريق بهذلونا، الله يبهذلنا وبهذلنا، حسبي الله ونعم الوكيل. الغارة أثرت على المباني والبيوت المجاورة للجسر، عرقلت مسيرة المسافرين وجعلتهم يحملون أمتعة سفرهم على أكفهم مشيا على الأقدام. لقد أصابوا الجسر الرابط بين محافظة إب ومحافظة تعز الذي يؤدي إلى ممر جميع الناس من هذا الخط، ثم عرقلوا وأثر ذلك أضرار في البيوت المجاورة لهذا الجسر. وما استهدف الطيران حقهم، يعني إيش استهدف؟ استهدف جسر واستهدف مواطنون. يأتي هذا القصف والدمار والقتل والتشريد بالتزامن مع مرور عام على العدوان السعودي الذي لم يكتفي حتى اللحظة بتخويف الآمنين وقتل الأبرياء من المواطنين وتشريد ملايين اليمنيين وتدمير كل ما هو جميل. سمية صحلول، قناة اليمن اليوم، محافظة إب.